اسمعي لي، هذا اللي صار بيني وبينك ما بدي مخلوق على وش الأرض يعرف فيه. عم تفهمي؟ لا أخوكي طارق ولا حدا. وهداك الكلب بس يتصل فيكي بتقلي له إنه لقطوا الموبايل معك بالمدرسة، وإنه أنت ترجيتيهم من شان ما يقلوا لي. عم تفهمي شو عم بحكي؟ وبتفهمي إنه ما عاد تقدري لا تحكي معه ولا تشوفي. ويا ويلك يا ويلك يا رهف إذا بعرف إنك عملتي غير اللي أنا قلت عليه. على قد ما كنت زعلانة عليها لرضوى وهي بالمستشفى، على قد ما كنت مقهورة منها على اللي عملته فينا، بس على القليلة قلت معلش تذكرت أخوها. معلش حبيبتي، معلش معلش معلش، بتضل أختنا وعزيزة علينا، وأنا متأكد اللي عم بيصير غصبا عنا. وحياتك. ألو ألو ألو. مرحبا أستاذ كمال. أهلا أهلا. أنا آسفة مشغول. لا ولو، ولا يهمك، بس كنت حابة أحكي معك بموضوع ضروري شوي. ايه ولو أحكي، بس والله شغلتي لي بالي. في شيء؟ أنا فكرت كتير قبل ما أحكي، فكرت بكلامك عن رؤوف وعن شغله، والحقيقة أنه أنا عندي معلومات كتير مهمة عن هالتجارة اللي محيرتك. يعني بفهم من حكيك أنا سيسار أنه في شيء بدك تحكي؟ ايه أنا حابة أحكي، وحاسة حالي مخنوقة، ورح أختنق أكتر إذا ما حكيت. طيب ماشي، تحبي نلتقى بشي محل؟ على فضاوتك طبعا. يا ريت. شو رأيك بالمطعم اللي التقينا فيه؟ منيح. هلأ؟ هلأ ليش لا؟ طيب ماشي، أنا رح أنزل فورا. طيب وأنا جاي. ماشي، شكرا كتير أستاذ كمال، الله معك.